اليوم الدرس رقم من ميثود باجانيني أول صفحة 17، والتمرين راح يكون الواحد هذا لحن إيتود بنعمل بطريقة إنه كمانج بريمو وكمانج سكوندو بيلعبوا مع بعضهم. نحن باعتبارها لما معنا سكوندو فنحن راح نلعب الاثنين، يعني راح نلعب السطر الأول ورا السطر الثاني كأنه لحنين ورا بعضهم، بس هو نفس اللحن بس بيتداخل مع بعض بطريقة الكانون، يعني بصير جميل لما حدا بيعزفه معكم. فنحن رح ناخده كمان على سرعة 80 للتمرين، واستخدام الأوس كاملة. 2 لا با 1 2 لا با. رجعت ابتديت نازل بعد ما كنت انا اصلا نازل في اخر علامه بسرعه وبرشاقه، وعملت كملت السطر الثاني. والمفروض انه السطر بينقال السطر الاول مع السطر الثاني، وعاده طبعا بيبتدي حدا قبل الاول قبل الثاني بمزوره، لانه في مزوره سكات في الاول سكوت يعني. فهلا بناخذ التمرين رقم 2 كمان نفس الشيء على سرعه 80. 2 3 4